20 سنة، منهم 16 سنة وأنا واقف على رجلي وبشتغل يعني، وعشر سنين لحد دلوقتي وأنا على كرسي متحرك. وأنا صغير كنت بشتغل عادي زي أي حد، كنت بشتغل كتير جدا يعني، منها في أرض زراعية، شغل في المعمار، لأن كنت حابب إن أنا أتعلم شغلانة ليا يعني زي الدراسة وكده. لما وصلت بقى 16 سنة كنت خلاص بنا بقى، فكنت شغال في يوم على الواجهة بتاعت عمارة كده في أكتوبر. فالصبح يعني رجلي مسكت في خرطوم كهرباء، عمل بيها زي نظام سوسته كده، وقعت من الدور الخامس على سيف بلكونه في الدور الثالث، ومن الدور الثالث على الارض. اول حاجه حصل لي شلل نصفي، سبب قعدت على كرسي متحرك. قعدت سنين كتير جدا في البيت ما بطلعش بره، كنت يائس، كنت ما بتحركش. لعندي ما كرح الفرج دي مسكت في جسمي وفي رجليا. بدأ بقى ان انا جيت في 2015 كده عملت عملية بتر من رجلي الشمال، وبرضو ما كنتش بطلع في البيت من البيت برضو. فبدأت في 2017 برضو عملت عملية بتر الرجل التاني، ده كله بسبب الكرح وسبب ان انا كنت دايما نايم، ما بطلعش، ما بحبش اطلع بره، مش عايز حد يشوفني. 29 عملية اللي هو منهم بس عمليات كرح فراش كده، معدية ال 12 عملية بس لوحده. العمليات الجراحيه بقت بالنسبه لي ايام دي زي نظام يعني، خلاص بعد التعود يعني، اكن انا رايح مصيف وراجع تاني. كلمت ناس من البلد، من المركز نفسه، لان قعدت في قريه وكده. قلت لهم انا والله محتاج كرسي كهربائي متحرك وكده، اسمع عنه يعني، ما كنتش اعرفه. فده ده كويس ان هو بيخلي الواحد هو اللي يتحرك بنفسه. الكرسي العادي بيخلي الواحد لازم يزقه، وانا مش حابب حد يزقنا وحد يحركنا وحد كده. اكتر كلمه زعلتني يعني، هو انت ما بتتهدش من العمليات اللي انت بتعملها دي. بالنسبه بقى لحكايه الجلابيب بقى والسويتشيرت وكده، اصلا انا من ساعه الحادثه اصلا وانا بلبس جلابيه زي كده وسويتشيرت فوق، والسويتشيرت فوق عشان انا اصلا ما عنديش مناعة، ده بسبب كتر العلاج اللي انا اخدته وكتر العمليات وكده. دلوقتي الحمد لله بقت موضة يعني، ده نزلت بقى مسابقة وخدت فيها ترند يعني. الكرسي ده جالي من 4 سنين كده واربعة ونص، هو ده كان نقطة التحول بقى. انا بدأت حوالي يعني سنة كده اللي هو ايه، اطلع اخرج اتكلم مش عارف، ما كنتش بدخل قوي في العمل، سواء بقى العام او الكلام. بعد شويه بقى بدات يعني ادخل مع صحابي بقى، ادخل بقى، كان البدايه كان في دورات كوره، فالحمد لله لقيت نفسي بعمل حاجه مش مستحيله. فبدات ان انا ادخل في حاجات كتير بقى تطوعيه بقى. دي كانت هي جت بظروفها كده والله، اللي هو انا كان حد محتاج بيت ما عندهمش بيت، فكتبت على الفيس ان انا في ناس ظروفها 1 2 3 محتاجه بيتها وكده. في كتير قال انت ازاي مثلا يعني، انت بتساعد، لا انت عايز اللي يساعدك او كلام من ده. فعادي وما كانش انا في دماغي الحوار ده، فقلت انا هساعد يعني، زي ما انا لقيت اللي يساعدني واقف جنبي وبلاقي لسه اللي بيساعدني واقف جنبي عندي الان، فانا ليه ما اعملش الخطوه دي؟ يمكن ناس كتير تعرفني تساعد الناس دي عن طريق. بدات ان انا اكمل بقى تجهيز عرايس، لا كاس متحركه، بنا بيوت تاني كده. فالحمد لله ربنا كرمني في وقت صغير. كنت الاول اصلا يعني زي ما انت عارفين انا بنا، فانا دلوقتي في البيوت اللي بتتبني بشرف انا عليهم يعني. ممكن مثلا يجي طفل صغير مش عارف اي حاجه، يخليني واقف في مكان كده فيقول لي امال انت رجلك راحت فين يا عم؟ فانا طبيعي لو واحد مش متحكم في نفسه او كده ممكن يضربه او يزعق له او كلام من ده، لا انا يوم بتكلم معاه بالراحه اللي هو لا يا حبيبي ما بقتش موجوده، هي طلعت عند ربنا عشان ربنا بيحبنا وكلام من ده، وافضل اتكلم معاه بحيث ان هو الواد يطلع مقتنع يعني ان ديت حاجه كويسه مش حاجه وحشه. هو انا حلم حياتي ان انا العب رياضه، بس للاسف انا في قريه ما فيهاش مركز شباب، عندنا مركز شباب قالوا الصوت وما مش موجود. فده رجاء يعني للسيد وزير الشباب، عشان انا نفسي العب رياضه وما عنديش الامكانيات ان العب رياضه في البلد. ما تخلوش في فرق بين اصحاب الهمم والشخص العادي اللي هو واقف على رجله، لا خليكم مترابطين مع بعض. يربطكم في الاول والاخر الانسانيه.